لماذا كلمة الأجداث كانت لهجة قريش هي أفصح وأغنى وأقوى لهجة والأكثر انتشاراً كونها مصب لكل اللهجات في الجزيرة العربية؟ لهذا أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن بلهجتهم متحدياً لهم، فتعالوا لنتعرف على بعضاً من معجزاته اللغوية. الأجداث ومفردها جدث، وتعني القبر أو الضريح، وقد استعملها الله سبحانه وتعالى في سورة المعارج حينما قال: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فيا ترى لماذا استعمل الله سبحانه وتعالى كلمة الأجداث رغم استعماله كلمة القبور في آيات أخرى؟ ففي كل القرآن الكريم لم يستعمل ربنا مفردة القبور إلا مع حالة السكون والرقود، لكن جاء استعمال الأجداث استعمالا دقيقا وغريبا يلفت النظر، فهي تأتي دائما مع حالة الحركة والبعث، وهي تتشابه في تركيبها مع مفردة الجثة ولا تختلف معها إلا في التاء فقط، وتعني الجثة صوت الخف أو الحافر، وتأتي بمعنى صوت مضغ اللحم. لذا نجد أن البشر سيخرجون من قبورهم راكضين بأرجلهم حتى يكون صوت ركضهم مثل صوت ضرب الحافر، ولكن متى؟ بعد أن مضغت الأرض لحم أجسادهم من قبل.